الإشاعات لما بتكتر في مجتمع بتهدمه. لا لا لا، دي بتهدم أمم. تعالوا نشوفوا، تشوفوا الإشاعات والفتن عملت إيه في دولة الأندلس وحضرتها، الدولة الإسلامية العربية اللي بدأت في القرن الثامن واستمرت 800 سنة. أعظم دولة في العالم، لا تقول لي النهاردة أمريكا ولا أوروبا، دولة الأندلس استمرت 800 سنة في التقدم والتألق، علمت العالم واستفاد منها. دولة الأندلس عاصمتها قرطبة، بلغت أوج مجدها وشهدت طفرة علمية ومعرفية واجتماعية كبيرة. علماء كتير بالألفات، علماء أفزاز، منهم ابن كثير القرطبي، الطبري، الخوارزمي، الفارابي، الإدريسي، ابن سينا، ابن خلدون، ابن باجة، ابن رشد، ابن التلميذ، ابن النفيس، ابن الخطيب، ابن الهيثم، ابن حزم، ابن بطوطة، جابر بن حيان، يعقوب بن إسحاق الكندي. دول وأكتر كتير كتير منهم أظهروا للعالم علوم كانت جديدة بالنسبة للعالم: اللغة العربية، الشعر، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع، الفلسفة، ما وراء الطبيعة، المنطق، الأخلاق، نظرية المعرفة، الفيزياء، الطب، طب العيون، علم الفلك، الهندسة، الإدراك البصري، الكيمياء، علم المعادن، الرياضيات، حساب الجبر، علم النفس، الفقه، القراءات والبلاغة وعلوم القرآن. كل ده 90% من علماء الأندلس كانوا يدرسون ويدرسون الموسيقى. 90% بيدرس طب، دارس موسيقى وبيعلم موسيقى. الإشاعات، من الإشاعات نشأ صراع على السلطة في الأندلس، انتهى بتقسيمها، اتقسمت لسبع ممالك صغيرة، ولما انتشرت الشائعات والفتن أكتر اتقسمت لاثنين وعشرين مملكة أو دويلة. تصارع الملوك فيما بينهم، كانوا بيستعينوا بممالك الأوروبيين لقتال بعضهم البعض وما أشبه اليوم بالبارحة، لدرجة أن استعاد أحدهم بالقشتاليين الأعداء عشان يقاتل أخيه، فسقطت سرقستة ثم طليطلة ومدن أندلسية كثيرة، وبالفتن والشائعات سقطت قرطبة عاصمة الخلافة الإسلامية بالأندلس، ولم يبقى إلا مملكتان: مملكة غرناطة وكان يحكمها بنو الأحمر، ومملكة أشبيلية. وقع ابن الأحمر معاهدة مع القشتاليين أدت لاشتراكه معهم لمحاصرة أشبيلية وسقوطها في يد القشتاليين، ولم يبقى من حضارة الأندلس كلها إلا مملكة غرناطة الصغيرة، الذي لم يستطع ملكها الضعيف أبو عبد الله الصغير الصمود أمام فرناندو إيزابيلا. فرناندو كان ملك قشتالة وإيزابيلا ملكة أرجون، مدينتين صغيرين في آخر أسبانيا في الشمال، هم دول اللي خارج حضارة الأندلس. عملوا كل الفتن، كانوا بيبعتوا العسس ينزلوا كده كل كام سنة يقعدوا في المقاهي. مرة واحد لقى واحد بيبكي، قال له: لماذا تبكي؟ قال: كان مطلوب مني هذا العام أن أخط 10 مخطوطات بيدي، ولكني لم أستطع إلا 9. فبيبكي، رجع للقشتاليين قال لهم: لا، لسه بدري، استنوا. بعد سنين العسس بيسألوا واحد بيبكي في مقهى: أنت بتبكي ليه؟ قال لهم: علشان كان مطلوب مني أعلم 100 طفل، فلم أستطع هذا العام إلا 79. فرجع قال لهم: لسه بدري. وبعد سنين العسس قاعدين في مقهى لقوا واحد بيبكي، قالوا له: لماذا تبكي؟ قال: هجرتني حبيبتي تخونني مع صديقي، فذهبوا قالوا: الآن.
الآن تهجمون على الأندلس. وآخر ملوك حضرة الأندلس أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة وقع اتفاقية على التسليم، سلمهم مفاتيح غرناطة، وخرج منها وجلس على صخرة ينظر إلى قصره ويبكي بحرقة. قالت له عائشة الحرة وكانت من المناضلين لنصرة الأندلس وهي أمه، قالت له: ابكي كالنساء، ملكا كان يجب أن تدافع عنه كالرجال. وبذلك سقطت الأندلس تماما عام 1492 عندما تحكمت الشهوة في الأندلس، شهوة السلطة وشهوة المال وشهوة الغريزة، أصبحت مناخا معدا للشائعات يطلقها الأعداء والخونة لإسقاط الوطن. فسقطت الأندلس وسقط الوطن. مش هننسى الأيام دي يوم أمريكا غزت العراق عشان إشاعة طلعتها وقالت العراق عندها أسلحة نووية، أسلحة دمار شامل. إشاعة راح ضحيتها أكتر من مليون عربي عشان تيجي ماما أمريكا الحنينة أم قلب كبير بعد 10 سنين فاتوا تقول سوري سوري يا جماعة، الإشاعة كانت غلط، ما طلعش فيه أسلحة نووية، دول كانوا شوية نفط حاطين عينينا عليهم. النهاردة الوطن مليان إشاعات، إشاعات عجيبة وغريبة في الصحة والفن والاقتصاد والسياسة والرياضة. تبص هنا تلاقي حرب إشاعات بين شركات الأدوية، تبص الناحية التانية تلاقي حرب إشاعات بين الشركات والمصانع لضرب بضاعة الآخر، وإشاعات تلويس القدوات وتلويس الناجحين، إشاعات لإسقاط المنافس. وأخطر الإشاعات هي اللي بتضر بالأمن القومي، دي خيانة للوطن. من أطلقها ومن صدقها ومن روجها كلهم في عداد الخونة، وإذا حاربها الشرفاء وهم كثيرون سلم الوطن. التاريخ، أيوة التاريخ، التاريخ. 30 نوفمبر في أوائل الشتاء في عام 15 من بعد 2000 سنة، هحكي أنا شكل الحياة باسم الذي لا يحمد على مكروه سواه. اسمي فلان، أنا زيكم، أفكاري تايهة ملخبطة، لكني مش مجنون. أنا ضحية أجهزة، النت والتليفون وتلفزيون وكلام كتير أنا بسمعه بالغصب مش بالرضا. مشكلتي إني ما بقاش في حاجة مؤكدة. طب هو مين مع مين؟ طب ده واخدنا لفين؟ مليون سؤال أنا بسأله، يا للعجب، الناس بتنقل في الكلام وكأنه لعب. فوقوا بقى، ممكن إشاعة تهد شعب، ممكن إشاعة تهد بيتنا فوق دماغنا كلنا. يا صاحب الحكمة أنت فين؟ يا صاحب الحكمة أمانة تقولنا. يا صاحب الحكمة أمانة تقولنا. بسم الذي خلق الكلام وأمرنا بعف اللسان لأجل يصلح أمرنا، وأمرنا من قال كذبا في سبيل المنفعة. شيطانكم في كل ركن في جميع دياركم، شيطانكم وجه الدولار، قطرات نفط في سبيل دمائكم، شيطانكم الآن يقتل
باسم دين السماحة، كلماتكم بيديه صارت أسلحة، وتجارة الأعراض صارت مربحة. إني أراه اليوم بين صفوفكم، باليد سيف وفي اليد الأخرى يعد قتلاه على المسبحة. يا سيدي يا سيدي، الناس صاروا يقتلون ويقتلون في كل شبر من بلادي مذبحة. أفكارنا أسرى، أحلامنا صارت بلا أجنحة. أحلامنا صارت بلا أجنحة. أحلامنا صارت بلا أجنحة. ممكن ساعتها نلم بعض، يجمعنا بيت ووطن وأرض، نتلم حوالين بعضنا مش بس حوالين أجهزة. ممكن ده ولا معجزة. ممكن Good job.